جربت قبل كده كبسولات دولشي جوستو، وكمان كبسولات متوافقة مع ماكينة دولشي جوستو زي كبسولات ستاربكس، وفي كبسولات كتير عجبتني، واكيد طبعا في كبسولات كتير ما عجبتنيش، وعملت قبل كده فيديوهات كتير عنهم. لكن في الفيديو النهاردة قلت اجمع لكم افضل كبسولات عجبتني بالنسبة لماكينة دولشي جوستو. ولو اول مرة تشوفوني، دي قناة صباح القهوة، لكل اللي بيحب القهوة اتمنى تشتركوا معايا في القناة، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك على الفيديو. اول نوع عجبني كان ستاربكس طافي نوت لاتيه، هي من الكبسولات المتوافقه مع ماكينه دولشي جوستو. هو عباره عن كان 12 كبسوله، 6 حليب وكان 6 اسبريسو بس، يعني كان طبعا يعني المشروب كان كده هيبقى 6 كبسولات بس، لان هو بيحتاج 6 بيحتاج واحده حليب واحده اسبريسو يعني. لكن بعيدا عن انه ثمنه غالي وان عدد الكبسولات قليل، كان طعمه كويس جدا. ودايما ستاربكس بحس ان الكبسولات كده احسها كده غنيه كده، يعني اللبن كده فيه فوم جميل ومتوازنه، يعني ممكن مش ما تحتاجش سكر او ما تحتاجش اي حاجه، يعني اللي بيحب الحاجات دي من غير سكر هتعجبه، واللي بيحب السكر برضو هيضيف كميه قليله مش كبيره، فكانت يعني متوازنه، يعني طعمها كان معقول جدا من كبسولات ستاربكس. برضو اللي عجبني كان كراميل ماكياتو برضو من ستاربكس، بس هو نفس المشكلة ان هو 12 كبسولة، 6 كبسولات حليب و6 اسبريسو، يعني برضو هناخد 6 مشروبات بس، لان انت كده 6 حليب و6 اسبريسو، فطبعا يعني تكلفة بتبقى اغلى شوية من الكبسولات الدولشي نفسها يعني. لكن برضو كان طعمه كويس جدا، وزي ما انا قلت متوازن، يعني مش محتاج سكر او اي حاجة، وكان طعمه كريمي وجميل جدا الحقيقة. ومن الكبسولات اللي عجبتني من نسكافيه دولشي جوستو كانت الكافيه اوليه، اولا كان طعمها كويس، وكمان كانت 16 كبسولة، فدي وحدها كانت ميزة ان هي 16 كبسولة، فطبعا كانت ميزة كويسة جدا، ده غير اني كان طعمها معقول وطعمها حلو قوي حقيقي، من الكبسولات اللي عجبتني من نسكافيه دولشي جوستو. وبرضو من الحاجات اللي عجبتني كانت الكافيه لاتيه من ستاربكس، هو كان طعمه قريب شوية من الكافيه اوليه دولشي جوستو، بس لما نيجي نقارن السعر، فطبعا الدولشي جوستو كان ارخص لان 16 كبسولة، لكن الستاربكس 12 بس، لكن برضو في المقابل كان طعم ستاربكس كريمي شوية عن دولشي جوستو. وبرضو من الحاجات اللي عجبتني من دولشي جوستو كانت الفلات وايت، كانت طعمها كويس، وكمان كانت 16 كبسولة، فبرضو دي ميزة يعني انك بتبقى كبسولة واحدة شاملة كل حاجة، لكن برضو كان خفيف شوية الحقيقة، لكن ممكن كنا نقلل عدد الشرط، فكان هيبقى الطعم اغنى شوية او افضل او اقوى من هي تبقى نفس الشرط الموجودة على الكبسولة، بس كان في المقابل طعم معقول، وكفاية انه هو 16 كبسولة يعني، فطبعا دي كانت ميزة برضو. وبرضو اللي عجبني كان من ستاربكس فانيليا ماكياتو، كان طعمه حلو، بس طبعا كان طعم الفانيليا كان واضح اكتر من القهوة، بس في نفس الوقت كان طعمه كريمي وكان طعمه معقول جدا، وخصوصا الناس اللي بتحب النكهات والفانيليا وكده هيعجبها جدا الفانيليا ماكياتو. وبرضو الفانيليا ماكياتو دولشي جوستو كانت برضو كويسة، بس طبعا قللت الشرط في المكنة لاني طبعا كانت خفيفة شوية، لكن لما قللت الشرط كانت افضل بكتير، كمان عدد الكبسولات كان اكتر من ستاربكس، فكده يعتبر تمنها ارخص من ستاربكس لان عدد الكبسولات اكتر، كان طعمها معقول للناس كمان اللي بتحب الفانيليا وكده، يعني انا شايفاها كان طعمها معقول، لكن برضو ستاربكس كانت كريمية اكتر، وكانت بصراحة يعني كانت احلى منها، يعني لو قارنا الاتنين مع بعض.
ولو اخدتوا بالكم برضو ان كبسولات ستاربكس كانت عجباني اكتر من كبسولات الدولش جوستو، بس برضو في المقابل كان تمن ستاربكس اغلى بكتير من دولش، وعدد الكبسولات كانت اقل. لكن برضو كبسولات الاسبريسو بالنسبة للدولش جوستو ما كانتش عجباني خالص الحقيقة، وكمان كبسولات الشاي يعني مش هفكر اجيبها تاني، وكبسولات برضو الهوت شوكليت انا جربت كذا نوع هوت شوكليت بس ما كانش عاجبني الصراحة. يعني طبعا انا قلت لكم معظم الكبسولات القهوة بالنسبة للدولش جوستو اللي عجبتني، ياريت انتوا بقى تقولولي الاكتر حاجة عجبتكم في الكبسولات دولش جوستو، وياريت كمان تقولولنا نوع تاني غير ستاربكس وغير دولش جوستو نجربه متوافق مع ماكينة دولش جوستو، بس يكون متنوع يعني يكون كابتشينو يكون كافي لاتيه وحاجات زي كده، لان اللي بيشتري دايما مكنة دولش جوستو دايما بيفضل الحاجات المتنوعة دي، وخصوصا ان الاسبريسو في المكنة دي مش حلو الحقيقة. انا جربت بالنسبة للاسبريسو دولش جوستو ما عجبنيش، بس مش عارفة لو جربت شركات تانية هيعجبني ولا لا، بس طبعا انا عشان عندي ماكينة تانية للاسبريسو فانا بفضل مثلا في تنوع في الكبسولات. فياريت تقولولنا بقى في التعليقات انواع جديدة لكبسول يعني يكون تمنها كويس وتمنها رخيص، لاني انا ملاحظة برضو اني بتختلف اسعارها، ملهاش سعر ثابت الكبسولات دولشي وكبسولات ستاربكس، وبتختلف من مكان لتاني، فياريت كده يبقى فيه أنواع تمنها معقول وفي نفس الوقت برضو طعمها كويس وأسعارها ثابتة، يعني يكون السعر ثابت مش متغير وكده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهسيب لكم كل الفيديوهات اللي عملتها لكبسولات دولش جوستو، أعمل لكم قائمة تشغيل بيها، سيبها لكم في صندوق الوصف وفي الكومنت المثبت. وياريت لو عجبكم الفيديو ياريت لايك على الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة، نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.